بسم الله الرحمن الرحيم. أنية تأمل على كلمة الله. نجلس بوضعية مريحة، مستقيمي العمود الفقري، غمض العيون، ناخذ تنفس عميق 3 دورات، زفير وشهيق. دوما بنبدأ بالزفير مع 5 البطن لجوا، الشهيق والزفير بهدوء ببطء. منركز انتباهنا على العيون وهن مغمضين، منشوف فيهم نور خلف العيون. ركز انتباهنا للعمق أكثر، لمركزية الدماغ، منتصف الدماغ. نقطة مضيئة داخل الدماغ تتحكم بكل شيء، بكل طبقات الإنسان. ننقل انتباهنا لقفا الرأس، لفوق الرأس، نرجع لمركز الدماغ. كل الرأس منير مضاء، وكأنه زهرة لوتس بيضاء تفتحت بألف بتلة. مع هذا التفتح للوردة البيضاء نبدأ نردد كلمة الله 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 الله، وكأنه الوردة المتفتحة باتجاه السماء تستقبل موجات لطيفة عبر كلمة الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض في السماوات وعينا. روحنا ممتد، انتباهنا ممتد متناغم مع الله الله الله.
رأسنا متوسع بالنور يردد الله 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 الله. رأسنا كان كبذر مغلقة بدأ يتفتح بالنور لشجرة كونية تردد في سماوات العلا الله 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 الله. عم نتصور الشجرة عم تثمر ثمار من نور وتنزل لساق الشجرة اللي هي الآن منطقة الرقبة. منطقة الرقبة عم تشفى بهذا النور الإلهي. منطقة الرقبة هي الساق اللي بيوصل عالمنا الأرضي بعالمنا السماوي. عم تشفى الآن. ناخذ تنفس من جديد عميق. منرخي الأكتاف. بعدنا متصورين مركز النور بوسط الدماغ والصدى صدى كلمة الله بعده عم يردد ترددات موجات كونية تنهمر من طاقات السماء علينا. ننقل النور من الرقبة أيضا للعمود الفقري. ننزل للأسفل لمنطقة السرة. ضفيرة شمسية فوق السرة بواحد سنتيمتر هي أساس وجودنا الأرضي. نور من الأعلى يغذي الرأس الرقبي عمود الفقري لا منطقة الضفيرة الشمسية بمستوى المعدة. هي جذور مدعومة من طاقة الحياة لكن طرأ عليها بعض التغيرات بوجود طفيليات من الخوف والقلق والتعلقات والارتباطات. ضيق عليها الخناق. الآن رح نزيل كل هالبرمجيات السلبية ونشفي هذه المنطقة منطقة الجذور لنبقى بتواصل دائم مع النور من سماوات الفضاء. صدى كن فيكون. الله الله الله. رح تتجسد بمنطقة الضفيرة الشمسية بشكل موجي أكثر وضوح بين حرفين متحرك وساكن بدلا من لفظة حرف الآ بالمنطقة اللي بتطرد السلبيات. أيضا الآن رح نلفظ الله الله
نراقب ونحن عم نردد الله ومتابعين، نراقب كيف في انخماص للبطن لجوا بلفظ حرف الله. الله في حركة للبطن، هالحركة الموجية مع الله 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 عم بيحرك منطقة الضفيرة الشمسية ويشفي هاي المنطقة من كل الترسبات والتعلقات. الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. في الأرض نشفي الجذور، وفي السماوات نحن مع النور. ناخذ تنفس عميق من جديد، نراقب المشاعر المتشكلة نتيجة هذا التنفس بالحركة عبر ترداد لفظة الجلالة في منطقة البطن. نراقب المشاعر أو الآلام المتشكلة بالمنطقة، ما منقاومها، بمجرد انتباهنا إلى هي ظهرت لمستوى السطح ورح تزول. نحن الآن كتلة من نور تضيء من سماء العقل بمركز الدماغ إلى جذورنا الأرضية بمنطقة السرة. من السرة ولادة الجسد من رحم الأرض
ومن مركز الدماغ ولادتنا في عالم النور. نتابع براحتنا مشاعر النور أو نفتح العينين بعد حوالي دقيقة نحس بوجودنا المادي بالتدريج ونحس بجسمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.